على هذا الاختصاص ديال الجهات السي لوزير. كتقولوا في حاليا كنسمعوا منكم ان الجهات هي ذات الاختصاص، ولكن في الواقع هي ليست بذات الاختصاص، لذا مازال ما قدرتوش ترفعوا اليد ديالكم على هذا الاختصاص ديال الجهات. مالوريزمون هذا هو الواقع. غادي نعطيك مثال بسيط جدا. اولا كنا كنتمناو، لان هذا كاين تقريبا عندكم واحد 3500 رخصه، 26% اللي ما خداماش السيد الوزير، وكان رجبتوا لنا هذوك اللي ما خداميش لذوك المناطق اللي كيعيشوا هذا النقص، وكان غادي نديروا واحد التوازن، ولكن مالوريزمون ما كاينش هذا 26. بغينا نعرفوا كيفاش واقفه وكتخلص حتى في المازوت 7000 درهم اللي دايرين، ذاك التعويض كتخلص فيه. نفس المسافه اللي كاينين ما بين الدار البيضاء اللي كياخذ من اكادير حتى لطنجه، نفس التعويض ب 7000 درهم بحال ذاك اللي كياخذ من المحمديه للدار البيضاء. هذا راه ماشي، هذا راه واقع مر. زياده على انه جيت طلبنا لك واحد الطلبه السيد الوزير، صفتنا لك على اساس اننا نتلاقاو بك، جاونا طلبه من الجنوب الشرقي، دائما الجنوب الشرقي يسائلكم السيد الوزير، لان ما درتوا فيه حتى حاجه بكل صراحه، وانتم ما عارفين الخصائص اللي كاين فيه، بالخصوص في هذا المجال القروي. مجموعه ديال الناس اللي عندهم الحافلات طلبناهم باش انهم هذه الخطوط اللي يبدلوا غير التوقيت، لان كيجيبوا يحطوا الطلبه ديالنا في الخلاف في واحد الوقيته ديال 3 الصباح 4 الصباح، ما تبغيهاش الوليدات كسيد الوزير. وبالتالي هاد الناس طلبناهم باش يبدلوا التوقيت، وهما مستعدين باش يبدلوا التوقيت، وداروا لكم طلب، ولكن الطلب دائما مرفوض، لان الاجتماعات واللجان ديالكم ما بقاتش، هذيك اللجنه اللي كانت كتثبت في هذا الشيء ما بقاتش هي، حتى الطلبات اللي كيتحطوا لكم السيد الوزير ما كانش متابعه ديالهم. زياده على هذا الشيء السيد الوزير، بالنسبه هضرتوا على النقل المزدوج، الاغلبيه ديال النقل المزدوج مازال فيه اشكاليات كبيره جدا، وانت هضرتي عليها، وجميع الحوادث اللي وقعوا راك عرفتوا بان خاص التجديد ديال هذا الاسطول هذا، وفيه واحد تعثر كبير جدا، زياده على الناس اللي كيمشيو يهزوا بالخطفه، وانتم هذا الشيء ما عارفينه، والناس الا ما كاينش شيء هذا النقل المزدوج راه ما يمكن لهمش يوصلوا للمدن، ما يمكنش يوصلوا للحواضر، وبالتالي يا سيدي الوزير هذا خاصكم تعطيوه وقت كبير جدا، لانه من 1963 باش هذا القانون باش كاين، يلاه تعدل فيه حتى 2000، من 2000 لدابا ما تعدلت فيه حتى حاجه في هذا القانون، كنا كنتمناو هاد الدراسات اللي كتهضروا عليهم من نهار جيتو، حتى قانون ما جبتوا علينا سي الوزير، حتى حاجه ما استفدنا منها، دائما كنسمعوا منكم الدراسات غادي نديروا غادي نفعلوا، بغينا شي حاجه الناس كتسنى شي حاجه دابا، سيد الوزير راه تقريبا عامين ونص هذه، كنتسناو هاد الناس اللي في المساكن في الجبال، في ايمينولاو، في تارودانت، في مراكش، بغينا سيد الوزير الله يجازيك بخير، هاد الناس كيسالونا يوميا ملي كنمشيو لعندهم وكنشوفوهم، راه هاد الناس كيقول لك اودي كيبقى النهار كله، ومني كيوصل للحاضره ما عندوش باش يرجع، وخصك تشوف هاد الجبال اللي كنهضر لك عليهم، راه تشوف المعاناه ديال هاد الناس باش يمشي يجيب واحد الخضيره كتولي هو لاباس عليه حصل من هذاك اللي في المدينه، البوطه كطيح عليه غاليه، التقضيه كطيح عليه غاليه، الطبيب كيطيح عليه غالي، الا بغى النظاره غير يديرهم في عينيه، الناس كتشري لهم 300 درهم هو كيطيحوا عليه ب 3000 درهم، لان خصو يتنقل ومن بعد من يتنقل خصو يبات عند شي واحد، الا لقى عند من يبات، وهذا الشيء راه كله مرتبط بهذا النقل اللي كتهضروا عليه السيد الوزير، وبالتالي راه ما بقاش عندكم الوقت اللي تزيدوا نقولوا فيه الدراسات، بغينا حلول الله يجازيك بخير. كنتمنى ان على الاقل هذه الحافلات اللي طالبين لكم هذا التمديد ديال الرخص تحلوا هذا المشكل، هي لهذ الطلبه الله يجازيك بخير. شكرا مولاي عبد الرحمن، شكرا السيد رئيس رجاء، شكرا شكرا. جاب بعده ديال المشاكل وعده ديال المعلومات. احنا ما عمرنا قلنا بانه بغينا نحتفظوا بالاختصاصات ديالنا، ولكن ما حد الجهه ما عملتش التصميم الجهوي ديال النقل ديالها ما يمكنلاش نتخلاو عليه. إذن أول حاجة خصها تكون هي التصاميم الجهوية ديال التنقل. والجهات اللي عندها التصاميم ديال التنقل من حقها تطلب عقد أو تعاقد مع الدولة باش تاخذ يعني وتقوم بالتسيير ديال والتدبير ديال النقل داخل الجهة. وحنا مستعدين. فزعما هذه المقولة بأنه الوزارة لا تريد أن لا، ولكن ماشي انا اللي خصني نطلقهم. لا اسمح لي الجهه اللي خصها تبدا، ماشي انا اللي خصني نبدا، فهمتيني؟ هذه النقطه الاولى. بالنسبه للقضيه ديال السلامه الطرقيه، المشكله ديال السلامه الطرقيه مرتبطه بعده ديال العوامل، ما يمكنناش نردوها غير القضيه ديال الاسطول ولا القضيه ديال المركبه. كاين ايضا القضيه ديال، وهذا جد مهم، تأهيل ديال الموارد البشرية وتأهيل ديال السائقين المهنيين والتصرفات ديال السائقين المهنيين، ومع الأسف كاين أيضا
التحسينات اللي يمكننا نقوم بها شكرا السلامة الطرقية داخل الطرق ديالنا الجبلية. شكرا سيد الوزير. وشكرا.